مستمرون معكم مشاهدين في هذه التغطية الخاصة للعملية العسكرية الروسية على أوكرانيا في يومها الخامس. يواصل حلفاء أوكرانيا حشد الدعم، وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن سيجري محادثات هاتفية ظهر اليوم مع الشركاء والحلفاء حول العملية الروسية في أوكرانيا، وأنه سيبحث مع الشركاء والحلفاء تنسيق الرد على الهجوم الروسي. وحول هذا الموضوع ينضم إلي من موسكو الدبلوماسي الروسي السابق فيتسلاف ماتازوف. أهلا بك سيد ماتازوف. يعني ما أفق هذه العملية التفاوضية برأيك؟ إلى ماذا يمكن أن تفضي والنار ما زال فوق رؤوس الناس في أوكرانيا؟ كل الحروب في التاريخ تنتهي بالمفاوضات. نعم. لا يوجد هناك أي خيار آخر لطرفين روسي وأوكراني وأمريكي، كذلك إضافة أن يبدأ المفاوضات ونتائج لازم يوجد الحل لنزاع مسلح. هذا شيء برأيي أنا لا يوجد أي لجوء من هذا الخيار، خيار ضروري. نعم. والمفاوضات التي بدأت في نهاية المطاف على حدود بيلاروسيا مع أوكرانيا لا شك أن دليل أن مواقف أطراف بقيت لحتى اليوم متشددة، وكل طرف من أطراف تصر على قبول اقتراحاتهم وأفكارهم، ولكن في نهاية المطاف كل المفاوضات هذا هي حل الوسط. نعم. وليست حل الطرف من أطراف. نعم. لذلك أنا أتصور أن عملية المفاوضية سيكون صعبة للغاية، لأن فعلا حق أنت بكل 100% أن هناك تتكلم اليوم رشاشات دبابات ومدفعية وصواريخ، ولازم أن نوقف هذا الاقتتال و نوجد حالا سياسيا. سيد ماتازوف، يعني الجيش الأوكراني أعلن منذ قليل عن تراجع حدة هجوم القوات الروسية، وهل يمكن ربط هذا التراجع بحدة المواجهات العسكرية لإفساح المجال فعليا أمام الدبلوماسية؟ أكيد، أنه حتى في بداية عندما أعلن بوتين أن بدأ المفاوضات مع أوكرانيا وأرسل وفدا، كانت هناك أمر لقوات المسلحة الروسية أن يوقفوا أي تقدم وأي اشتباكات مع الطرف الأوكراني، لأن إذا يعطوا فرصة للدبلوماسيين وللسياسيين عسكر لازم يسقطوا مؤقتا بالقليل. ولذلك خلال المفاوضات أنا أتصور أن معارك لازم تتوقف. طيب فعليا على ماذا سيفاوض الوفد الروسي؟ برنامج وفد الروسي معروف، هذا أنا قلت عدة مرات على التلفزيون عندكم، أنه طلب روسي محدود بنقطتين، نقطة ديزناتسيفيكيشن وديزميليتاريزيشن. ديميليتاريزيشن معناتها انه لا مجال لابقاء في سلطه اوكرانيه القوه متشدده ونازيه. نعم. كما نحن نصب بانديرا وكذلك يعني رفض من اي
تصالح التي تهدد الأمن القومي الروسي. ابقى معي سيد متازوف، سنورد بعض الأخبار التي حصلت بالساعات الـ24 الماضية، حيث أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين اتصالا هاتفيا مع وزراء خارجية مجموعة السبع والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، وانضم إليه وزير خارجية أوكرانيا لمناقشة الرد العالمي على هجوم روسيا. وخلال الاتصال أكدوا لوزير خارجية أوكرانيا ديميترو كوليبا ردهم الموحد على ما وصفوه بالغزو الروسي، كما أكدوا دعم الشعب الأوكراني وأنهم سيدفعون بروسيا لكي تدفع ثمنا باهظا جراء حربها على أوكرانيا. ميدانيا أظهر شريط فيديو ما يعتقد أنه استهداف مسيرات أوكرانية لرتل من الدبابات الروسية، في حين استمر القصف الروسي لعدة مناطق في كييف الليلة الماضية. كما نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي قوله إن بيلاروسيا تستعد لإرسال جنود إلى أوكرانيا لدعم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وأضاف المسؤول أن انتشار الجنود البيلاروسيين قد يبدأ اليوم الاثنين، وقال إن مينسك ستؤكد بهذا أنها ذراع للكرملين على حد قوله. من جانبها قالت مصادر لصحيفة كييف اندبندنت الأوكرانية إن بيلاروسيا سترسل مظليين إلى أوكرانيا، وإن أول طائرة ستتوجه خلال ساعات إلى أوكرانيا وهي من طراز اليوشن الروسية، حيث سيتم نشر المظليين في أوكرانيا. كما توقعت المصادر أن ينتشر الجنود البيلاروسيين في محيط كييف أو في مدينة جيتومير الواقعة غرب العاصمة الأوكرانية لمساعدة القوات الروسية. We condemn that Belarus is being deeply engaged in the armed aggression against Ukraine. Since the beginning of the Russian aggression, this country has provided its territory for Russian offensive. Today, the Ukrainian city of Zhytomyr, in fact, the airport of Zhytomyr, was hit by Iskander missiles launched from the territory of Belarus. قبل ذلك قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تغريدة على تويتر إنه بحث مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس البولندي أنجي دودا الوضع الأمني في أوكرانيا، وقال إنهم اتفقوا على اتخاذ خطوات مشتركة إضافية لمواجهة روسيا، وأضاف أن التحالف المناهض للحرب مستمر في العمل. Харькове не сильно рада русским. ننوه مشاهدينا إلى هذه الأخبار العاجلة التي ترد تباعا نقلا عن الدفاع البريطانية، تقول بأن هناك قتال عنيف في تشيرنيهيف وخاركيف والمدينتين تحت سيطرة الجيش الأوكراني. ونحن نتابع في هذه الصور اللاجئين على الحدود الأوكرانية الذين تدفقوا من العاصمة كييف وعدد من المدن الأوكرانية التي تشهد حدة بالمواجهات. يعود وينضم إلي الدبلوماسي الروسي السابق فيتسلاف ماتازوف. أهلا بك سيد ماتازوف من جديد. يعني ماذا عن الإجراء الذي اتخذه الرئيس الروسي بوتين بوضع سلاح الردع النووي في حالة تأهب؟ لماذا الذهاب إلى هذا الحد برأيك؟
هذا إنذار للولايات المتحدة الأمريكية التي تشدد لهجة الهجوم على روسيا. هذا ليست مواجهة ضد أوكرانيا، هذا مواجهة للولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي. طبعا في هذا التطورات الأخيرة تدل على أنه خطر على روسيا تزداد بلا أي شك بعد دخول القوات المسلحة الروسية إلى أوكرانيا. رد ناتو شديد اللهجة لحتى خلال المفاوضات الذي عادة ينزل حدة التشدد، ولكن نحن نسمع أن غرب لا تطبق هذه المبادئ. وأنا أتصور أن خبر الذي وصلت من نزول ميزاليين من بيلاروسيا إلى كييف دليل أن لا يوجد هناك أي نوايا للقيادة العسكرية الروسية أن تتراجع من برنامجها. هذا كذلك دليل، أحد دلائل خلال هذا العمليات العسكرية الإعلام الروسي تفضل أن لا تبلغ لا نوايا الهدف العسكرية لأهداف عسكرية لقوات مسلحة روسية ولا أي معلومات عن أي تفاصيل حول المعارك الجارية. طيب، ألا تعتبر سيد متزوف بأن هذا الإجراء الروسي ربما هو يعبر عن استياء بوتين والقيادة الروسية من العقوبات القاسية التي تفرض عليه، مع أنهم يعني ظاهريا يعني هناك عدم اكتراث؟ أولا أنه عندما بدأ بوتين أخذ هذا القرار هو أخذ بعين الاعتبار كل العقوبات ممكنة بما فيها سويفت، بما فيها الإنترنت، فيسبوك وكل. الآن فيسبوك في روسيا مقطوع. نعم. أنا لا أستطيع أن أفتح حتى صفحتي أنا من وقت لا أحيانا تصبر أحيانا لا أوجده. فيسبوك كل إنترنت في اليد الولايات المتحدة الأمريكية. عندما يتهمون أن تدخل في شؤون داخلية أمريكية خلال انتخابات و بريطانية وفرنسية. طيب، ولكن ألمانية. سيد متزوف أعذرني على المقاطعة، هل سيتحمل الروس هذا العزل؟ يعني عقوبات اقتصادية على بوتين، ولكن يتم عزلهم من ناحية التكنولوجيا وحتى الرياضة وماليا أيضا، ألا تتوقعون يعني وأصبحنا نرى المظاهرات بالعاصمة موسكو وغيرها من المدن الروسية، إلى متى سيتحمل الروس هذا الوضع؟ أكثر سيكون الضغط على روسيا سيكون تنعكس هذه الضغوطات على ضرورة ملحة لإجراء تغيرات في الداخل الروسي سياسيا اقتصاديا. ولذلك كثير من الناس في روسيا ليس ضد ضغوطات من الخارج، لأن أحيانا عندما يعملوا يفتحوا أسرار عن ممتلكات وفساد، الشعب الروسي ليس ضد هذا. نعم. بالعكس نحن نرحبه، ولكن التدخلات على في الأمور الداخلية الروسية على هذا الأساس هذا هو مرفوض روسيا. نعم. ولذلك أكثر ضغوطات ستؤدي أكثر تمسكا المجتمع الروسي، وسيكون بوتين أمام خيار الصعب ليس الخارج. خارج عالم هذا نتحمل نحن عن خياره الصعب. سيد متزوف سنتحدث، ولكن أمام ضرورة تغيرات في داخل روسيا الفيدرالية. نعم. قبل كل شيء طابور الخامس لازم ينهي، لأن هذا قوة التي أمريكا تخطط اعتماد عليها. نعم، ابقى معي سيد متزوف، سأبقى بروسيا ولكن أنتقل إلى مراسلتنا بموسكو كاتيا طعمي. أهلا بك كاتيا. يعني فعليا هل من معلومات جديدة حول المفاوضات والوفد الذي أرسل إلى بيلاروسيا إلى الحدود للمفاوضات مع الجانب الأوكراني؟ صباح الخير. أريد أن أشير، اسمحي لي في البداية أن أشير إلى هذا الخبر العاجل من وزارة الدفاع بأن روسيا أو طيران روسي سيطر على كامل
على الأجواء كاملة على الأراضي الأوكرانية. هذا ما جاء الآن في في العاجل. سيطرت الدفاع الروسي أو الجيش الروسي أو القوات الروسية سيطرت بشكل كامل على المجال الجوي الأوكراني، هذا ما قالته الآن الدفاع الروسي. ولكن بالنسبة للمحادثات، كما تم أو أعلنت الخارجية الروسية، كانت قد قالت أن الوفود قد وصلت، ولكن حتى الآن لم تبدأ المحادثات. من كما قال مساعد الرئيس الروسي، الآن مترقب أن تبدأ هذه المحادثات خلال ساعة ونصف من الآن. طبعا كانت قد سلكت الوفد الروسي، الوفد الأوكراني كان قد سلك طريقا مغايرا، لم يتخذ طريقا مباشرا من أوكرانيا إلى بيلاروسيا، فهو ذهب عن طريق بولندا لأسباب أمنية، لذلك تأخرت المحادثات ولم تبدأ حتى الآن. ولكن هذه المحادثات التي كما قال الرئيس البيلاروسي هي ستكون محادثات بدون غير مشروطة، ستجلس الأطراف. ولكن الرئيس الأوكراني يوم أن قال أنه لا يتوقع أن يتم اختراق أو حدوث اختراق كبير. ماذا عن الجانب الروسي؟ هل يتوقع اختراقا بهذه المفاوضات؟ حقيقة حتى الآن الجانب الروسي لم يضع أي توقعات للمحادثات، ولكن كما قال هو يأمل بأن تتوقف، كما قال أن تأتي أو تتنازل كييف أو تتوصل إلى حل لوقف إراقة الدماء هناك على الأرض. الجانب الروسي كان قد قال أنه يقوم فقط في هذه العملية لاستهداف فقط القدرات العسكرية إلى أوكرانيا وليس استهداف المدنيين هناك، لذلك ولكن لم يضع تنبؤات لنتائج هذه المحادثات. نذكر بالخبر العاجل الذي أوردته مراسلة العربية نقلا عن وزارة الدفاع الروسية التي أعلنت سيطرتها الكاملة على أجواء أوكرانيا. إذن الأجواء الأوكرانية حسب الرواية الروسية هي تحت سيطرة الدفاع الروسي. نتابع معك يا كاتيا. طيب حدثينا عن الوضع الميداني حسب وزارة الدفاع. يعني عادة روسيا لا تعلن عن خسائرها المدنية، ولكن مؤخرا فعلت ذلك. أخبرينا عن ماذا سيطرت، على ماذا سيطرت المناطق والجبهات وأيضا الخسائر الروسية. نعم بالفعل كما تقولين، يوم أمس هو أول مرة تعلن الدفاع الروسية أن هناك خسائر وقعت في صفوف قواتها أو معداتها، ولكن هي لم تفصل لنا عدد القتلى الذين سقطوا، ولكن قالت أنهم أقل بكثير من الجانب الأوكراني، بالإضافة إلى أسرى الآن هم لدى القوات الأوكرانية. هذا من جانب. من جانب آخر، الآن أعلنت أنها قامت بالسيطرة على مدينتي بريانك وإنور غودار، بريانك في جنوب أوكرانيا، وأنها قامت بضرب أكثر من 1000 منشأة من البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا. وأيضا الآن في البيان التي خرجت به منذ قليل قالت أن المدنيين المقيمين في كييف يستطيعون مغادرة العاصمة الأوكرانية بحرية على طول الطريق السريع، هو كييف فاسيلكوف كما تقول الدفاع الروسية. من جانب آخر أيضا كما تقول القوات أو الانفصاليين في لوغانسك ودونيسك، تواصل القوات الأوكرانية بقصف بصواريخ غراد، حتى أن رئيس الانفصاليين في لوغان كان قد أصيب اليوم كما تناقلت وسائل الإعلام الروسية دبي. وزيرة الخارجية البريطانية تقول بخبر عاجل منذ قليل، سنواصل مع حلفائنا فرض عقوبات على روسيا حتى يحترم بوتين سيادة وسلامة أراضي أوكرانيا. يعني توالي وتزايد هذه العقوبات كيف تؤثر على الرأي العام الروسي الداخلي يا كاتيا؟ يعني المواطنون الروس هم في ترقب، يعني هم يرون أن كل يوم هناك شيء جديد من العقوبات، أو حتى في تم إغلاق المجال الجوي بشكل كامل من جانب الاتحاد الأوروبي في وجه روسيا، وأيضا العقوبات كل يوم تزداد سواء كانت على المصارف أو تصيب
أشياء أخرى هي تقيد حرية المواطنين الروس الذين اعتادوا أن يسافروا أو اعتادوا أن يكون لديهم على هذه على التعامل المصرفي بشكل حر، ولكن الآن نرى أن هناك تقييد سيكون للتعاملات البنكية، وبإضافة إلى إمكانية السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي سيكون هناك تغييرات. هناك أكثر من 150 ألف سائح الآن هم عالقون بسبب عدم قدرتهم العودة بسبب تغييرات البرنامج الطيران نتيجة الإغلاق المستمر للأجواء أمام الطيران الروسي. لذلك هناك ترقب، حيرة، خوف كما نقول من ماذا سيأتي وماذا عواقب هذه العقوبات على الاقتصاد في شكل عام في المستقبل، وليس الآن مباشرة ولكن المستقبل. هم يترقبون ويخافون، يتمنون أن تكون هذه المباحثات التي ستبدأ الآن أن تكون هي نتيجة، أن تخرج بنتيجة طبعا إيجابية لجميع الأطراف. ابقي معي كاتيا طعمي، سأعود إليك بعد قليل. إذا الدفاع الروسية تقول إنه المدنيين في كييف يمكنهم مغادرة المدينة بحرية، وكانت أعلنت منذ قليل سيطرتها الكاملة على أجواء أوكرانيا، وبأنها سيطرت على مدينتي بيريديانسك وإنرغوادار غرب أوكرانيا. إذا نتابع معكم مشاهدينا في أخبارنا. رصدت الأقمار الصناعية صباح اليوم سربا من الدبابات الروسية يتجه نحو العاصمة الأوكرانية كييف، وأعلنت الخدمة الحكومية للاتصالات الخاصة وحماية المعلومات في أوكرانيا أنه سمع ذوي انفجارات صباحا في العاصمة كييف وفي مدينة خاركيف الواقعة في الشمال الشرقي والتي تعد ثاني أهم مدينة في البلاد بعد العاصمة. معاناة ونقص في المواد الغذائية، وقد يكون قريبا نقص في مياه الشرب، أمور تهدد الأوكرانيين في ملاجئهم من القصف الروسي في العاصمة الأوكرانية كييف. كيف يعيشون وما هي حالة هذه الملاجئ؟ نشاهد مع الزميل حذيفة عادل. في أحد الملاجئ التي يلجأ إليها الناس في حالة القصف، ونحن نعيش ليلة قاسية جدا منذ الأمس، والناس ما زالوا هنا في الملاجئ كما تشاهدون مع القط الصغير هنا والسيدة هي هنا في الملجأ. بهذه الطريقة الناس تعيش في الملجأ في كل الاتجاهات. هنا غرف صغيرة جدا كما تشاهدون، هنا كولاموج، غرف صغيرة، هذا سرير للطفل، هذا الطفل هو يعيش هنا في هذا الملجأ. بهذه الطريقة نحن نعيش. كولا بديدي في تستورنو دا هكذا نعيش. هذا هو الملجأ. الملجأ يتكون من مجموعة من الغرف كما تشاهدون. بهذه الطريقة نحن نقضي هنا الوقت. الناس هنا تحاول بقدر الإمكان أن تكون هادئة، تحاول بقدر الإمكان أنه تكون متماسكة. يأتون ببعض القليل من الغذاء، القليل جدا من الاحتياجات الشخصية المهمة جدا، المياه أيضا، القليل من المياه هنا في هذا المكان. يمكنكم أن تتابعوا معنا طريقة حياة الناس. الناس أيضا تأتي باحتياجات بسيطة لتساعدهم على الحياة، مثل هذه الكنبة للجلوس وبعض المقاعد الصغيرة جدا. هذا هو الملجأ الذي نلجأ إليه في حالة وجود القصف. هذه الطريقة التي نعيش فيها أيام القصف. يمكنكم أن تشاهدوا معي، هو يتكون من غرف عديدة مختلفة هنا كما تتابعون، مجموعة من الغرف. جميع هذه الغرف، كل غرفة يعني فيها أسرة أو فيها شخص أو شخصين هنا. بهذه الطريقة نحن نقضي الوقت هنا في الملاجئ عندما يكون هنالك قصف في العاصمة كييف، في مدينة كييف. هذه الطريقة التي نعيش بها أيام وليالي القصف. كما تشاهدون هنا أسرة هي فقط أحضرت هذه المرتبة التي يقضون فيها وقتهم، ينامون فيها. بهذه الطريقة نحن نقضي. هذا هو قبو في إحدى المباني الكبيرة هنا في العاصمة كييف. وبهذه الطريقة مشاهدينا نحن نعيش أيام القصف الروسي في العاصمة الأوكرانية كييف. هذه هي
طبيعة الملاجئ هنا. طبعا لا يوجد تدفئة هنا، الجو الآن جيد، ولكن في الليل عندما يكون الجو بارد جدا تكون هنالك رطوبة ويكون الجو بارد بعض الشيء. فهذه هي الطريقة التي نعيش فيها أيامنا في اللجوء للملاجئ. لقناتي العربية والحدث، حذيفة عادل من العاصمة الأوكرانية كييف من داخل أحد الملاجئ. وينضم إلي من جديد من موسكو الدبلوماسي الروسي السابق فيتسلاف ماتازوف للحديث عن هذه العملية العسكرية وعن ما أعلنته سيد ماتازوف وزارة الدفاع الروسية بسيطرتها الكاملة على الأجواء الأوكرانية. ما معنى ذلك وما أهميته بالنسبة لروسيا؟ يجري حرب، حرب شرس، ولذلك سيطرة في الجو هذا من عوامل مثيرة ومؤثرة على كل التطورات في الميدان. نعم. لذلك سيطرة في الجو دليل على أن روسيا، قوات روسيا دمرت كل طيران على عسكري أوكراني. ضربات الأولى صواريخ قوات روسيا كانت موجهة ضد منشآت عسكرية. قبل كل شيء مطارات، هليكوبترات وطائرات ووسائل الدفاع الجوي. كل هذا حسب تقارير أول يوم أو ثاني يوم كانت منفذة، ودمروا تقريبا كل الإمكانيات لسيطرة في الجو. وبعدما تسيطر قوات جوية فضائية روسية في أجواء منطقة، لا شك أن هذا يعطي إمكانية بأن يعملوا على أو يكافحوا على الأرض بدون أي خطر من الفوق. نعم. طبعا هذا يعني أن روسيا تستعمل الوسائل الحربية ضد مدن. في البداية الهجوم تقدم قوات مسلحة روسية إلى مدن كييف، خاركوف، بيرجانسك، ماريوبول وأديسا وغيره، كاناتوب، كل هذا مناطق مدن الكبيرة كانت محاصرة. ولكن قوات مسلحة ما كانت يحب أن يدخل المدينة. نعم. وخصوصا الآن عندما بدأت مفاوضات. أنا سيد ماتازوف، هل روسيا محرجة الآن من الصور التي تنشر وتصل للجميع عن الآليات الروسية المحترقة وصور لجنود روس يعني متعبون، وأيضا ما حكي عن قتلى من الجانب الروسي؟ هل هي محرجة؟ لذلك بعد 4 أيام، اليوم الخامس، ولكنها البارحة وزارة الدفاع اعترفت بعد صمت طويل بأن هناك قتلى وضحايا حسب ما تصفهم. كل حرب لا يمكن أن يجريها بدون ضحايا، هذا نعم. مستحيل أن ينكر أحد. حجم ضحايا هذا من الأشياء السرية لأي قوات المسلحة. نعم. لا أحد يتحدث ولا عن عدد الجرحى أو قتلى، لأن هذا تؤثر على معنويات. معنويات في صفوف الجيش أولا، ومعنويات في البلد في الدولة. ولذلك وسائل الإعلام التي تنشر تلك المعلومات وتلك الصور هذا من وسائل حرب الإعلامية. نعم. ونحن نعلم هذا جيدا من تاريخ الحروب الإقليمية في مناطق مختلفة من العالم. هذا ليس شيئا جديدا. نعم. طيب كيف تلقيتم في روسيا؟ روسيا اتخذت تدابير لكي يحددوا تأثير الإعلامي على المجتمع الروسي. نعم، اتخذت الإجراءات كي تحدد ما يصل من الإعلام، يعني هل ذلك بإطار منع المعلومة وتقييد ما يصل إلى الشارع الروسي كي لا يتأثر بما يحدث بأوكرانيا وبالرأي العام العالمي الرافض لهذه الحرب؟ طبعا روسيا تعمل كل شيء لكي تفاصيل عن حرب لم تصل إلى وسائل الإعلام الروسية، لهذا هذا تؤثر على المجتمع بلا أي شك. ولكن تؤثر ليست من جهة فقط ضد الحكومة، أما يطلب يمكن أكثر عمليات مشددة. وأما
يمكن أن يؤشر على مجرى المفاوضات السياسية اللي تبدأ أو بدأت قد بدأت في بيلاروسيا. لذلك تكتيك وطريقة العرض يعني معلومات حول مجرى الحرب لا شك هذا أشياء في كل الحروب. نعم. هذا نعم. هذا شيئا لا مخفيا لا يعلن أحيانا. وصلت الفكرة. نعم. شكرا لك من موسكو. نتائج واضحة. نعم نعم. الدبلوماسي الروسي السابق مدن أساسية وفي أجواء وفي مدن أساسية ولكن ما دخلت في كل المدن. حركف مش في يد جيش أوكراني. نعم. حركف نعم. تحت سيطرة قوات مسلحة روسية. بيرديانسك كذلك، ماريوبول. نعم نعم. تحدثنا في هذه الأمور التقنية والمعلومات. شكرا لك الدبلوماسي الروسي السابق فيتشلاف ماتازوف من موسكو. والآن وقفة مع زميل ناصر الطيبي الذي يطلعنا على آخر الأخبار المتعلقة بالعقوبات الغربية على روسيا. تفضل ناصر. شكرا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. بعد العقوبات الغربية التي استهدفت القطاع المالي وشل قدرة البنك المركزي الروسي على التدخل في الأسواق واستخدام احتياطاته من العملة الأجنبية، يحاول المركز الروسي اليوم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لحماية نظامه المالي، كان آخرها رفع الفائدة بمقدار 10.5% من 9.5% إلى 20% لحماية الروبل الذي كان قد فقد 40% من قيمته صباح هذا اليوم. كما قام بتحرير ما يعادل 7 مليارات و300 مليون دولار من احتياطات البنوك بالعملة المحلية. وخفف البنك المركزي الروسي القيود المفروضة على مراكز العملات الأجنبية المفتوحة للبنوك، ومنع شركات الوساطة من تنفيذ أوامر البيع على الأوراق المالية الروسية المملوكة للأجانب. وأكد المركزي الروسي أنه سيعاود شراء الذهب من السوق المحلية بدءا من اليوم. هذه نظرة مشاهدينا على حركة الدولار مقابل الروبل الروسي. نذكركم بأنه مع نهاية جلسة يوم الجمعة الماضي كان قد أنهى الدولار تداولاته عند 84 روبل للدولار. صباح هذا اليوم الدولار ارتفع بحوالي 40% لمستويات وصلت إلى 118 روبل. بعد ذلك الروبل قلص الخسائر لمستويات 107 بعد قيام البنك المركزي الروسي برفع نسب الفائدة كما ذكرنا من 9.5% إلى 20%، لكن الآن يعاود مرة أخرى الروبل الانخفاض بشكل أكبر أمام الدولار. ماذا عن أسعار الطاقة؟ هذه نظرة على أسعار النفط التي كانت قد شهدت بعض الارتياح نوعا ما يوم الجمعة بعد الجولة الأولى من العقوبات الغربية على روسيا التي لم تشمل قطاع الطاقة، ولكن في ظل التطورات الميدانية على الأراضي الأوكرانية من الجانب العسكري وفرض جولة ثانية من العقوبات الغربية التي طالت قطاعات مالية أكبر في الجانب الروسي، تعززت المخاوف من جديد حول احتمالية تقطع الإمدادات الطاقة الروسية إلى الأسواق العالمية، وعاد من جديد أسعار النفط أو سعر النفط للارتفاع. برنت اليوم مجددا كان قد وصل إلى مستويات 105 دولار للبرميل، وهي نفس المستويات العليا التي كنا قد سجلناها مطلع دخول القوات الروسية إلى أوكرانيا يوم الخميس الماضي. نايمكس يبقى دون 100 دولار حتى هذه اللحظة. أسعار الغاز الطبيعي، ونتابع في أوروبا أسعار الغاز الطبيعي البريطاني مكاسب بحوالي 20%. الذهب طبعا كان من بين العملات الملاذ الآمن والتي دفعت أسعاره للارتفاع إلى فوق 1900 دولار للأونصة مجددا صباح هذا اليوم. حاليا يبقى الذهب قريب من تلك المستويات. طبعا من الملاذات الآمنة الأخرى هي السندات الخزانة الأمريكية، مع ارتفاع أسعارها ينخفض العائد عليها، وهنا نلحظ بأن العائد على سندات الخزينة الأمريكية لعشر سنوات يقف عند 1.9%.
7% تقريبا، وكانت العوائد قد انخفضت إلى ما دون هذا المستوى صباح هذا اليوم. أخيرا نظرة على أسعار العملات وأزواج العملات مقابل الدولار، نلحظ بأن الدولار الأمريكي مرتفع أمام سلة العملات الرئيسية جميعها صباح هذا اليوم. لاحظوا تراجعات اليورو والجنيه الاسترليني والدولار الأسترالي وحتى الدولار الكندي أمام الدولار الأمريكي. وفي أخبار الشركات، قررت مجموعة بريتش بتروليوم البريطانية الانسحاب من شركة روزنفت الروسية والبالغة حصتها فيها نحو 20% بقيمة وصلت إلى حوالي 14 مليار دولار، إلا أن هذه الخطوة ستكلف المجموعة البريطانية خسائر دفترية غير نقدية بقيمة 25 مليار دولار، وذلك سيدخل في إفصاحات نتائج الشركة في الربع الأول. في العام الماضي حصلت بي بي على توزيعات نقدية من حصتها في روزنفت بقيمة 640 مليون دولار، علما أن المجموعة البريطانية ليس لديها أي حصص مباشرة في أي من حقول روزنفت، وهذا تعتزم بي بي التخارج من أعمالها الأخرى في روسيا والتي تتضمن 3 مشاريع مشتركة بقيمة 1.4 مليار دولار. وللمزيد من التحليل المباشر مشاهدينا ينضم إلينا مباشرة من أبوظبي جعفر الطائي العضو المنتدب لشركة منار للطاقة، وأيضا تنضم إلينا من لندن ومن أمام مقر شركة بي بي مراسلة العربية كارينا كامل. أهلا بك جعفر، أبدأ معك. هذا الأسبوع هناك اجتماع قد يكون هام جدا بالنسبة لتحالف أوبيك بلس يوم الأربعاء، هل تعتقد بأنه التحالف سيبقي على زياداته في إنتاج الطاقة كما هي بواقع 400 ألف برميل يوميا؟ هل سيتعرض هذا التحالف طبعا باستثناء روسيا لضغوطات سياسية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها لزيادة الإنتاج؟ وبرأيك ماذا سيكون نتيجة الاجتماع المقبل؟ شكرا جزيلا. أكيد سيتعرض إلى ضغوطات سياسية أساسية، هيكلية التحالف بشكل عام تحت التهديد، لأنه راح يكون ضغط كبير على الأعضاء الكبرى في هذا التحالف لعدم التعامل مع روسيا أو تغيير الاتجاههم مع روسيا. وكما تعلم يعني صار لهم هذا التحالف صار لحوالي فوق السنتين أو 3 سنوات يرسم ويصمم بعض الاستراتيجيات مع روسيا، لكن مع الأسف الحين راح يكون الضغط على التباعد، تباعد روسيا، وتباعد روسيا راح يهدد يعني مفعول هذا التحالف وأثره على السوق بشكل عام. لكن فيما يتعلق بالإنتاج بشكل عام، أكيد هم راح يكونون بنفس ال يعني راح يتابعون نفس الاستراتيجية، زيادة الإنتاج بحوالي 400 ألف برميل يوميا، وأتوقع أنه هذا راح يزيد إلى ممكن 600 أو 800 حتى 800 ألف برميل يوميا، تعتمد على رد فعل الأسعار على دخول روسيا في أوكران. فبالمدى القصير يعني زيادة الإنتاج ما أرى أنه راح يتغير استراتيجيته، لكن هيكلية أوبك بلس بشكل عام واستراتيجيتها بشكل عام تحت التهديد، ويعني أمام يعني جعفر تعتقد بأنه تحالف أوبك بلس مهدد في هذه اللحظة وقد لا يستمر؟ يعني هل ممكن أن الولايات المتحدة
أن تسمح لتحالف من هذا الشيء أن يكون هناك تنسيق كبير في سوق مهمة كسوق النفط مع روسيا في نفس الوقت التي تحاول الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى عزل روسيا عن القطاع المالي وعن أسواق العالمية الأخرى؟ هل التحالف مهدد برأيك الآن؟ التحالف مهدد، التحالف كما نعرفه مهدد، لكن الصورة معقدة جدا، وعلى الأعضاء التحالف أنه يرسمون الصورة الدقيقة أمام الولايات المتحدة ليعرفون بعض التحديات والآليات اللي قدروا لي حد الآن يوازنون السوق فيها. فيجب أنه ما يصير رد فعل من الولايات المتحدة متسرع غير مدروس، ولا يهدد استقرار السوق بشكل عام، وأنا دا أتكلم عن الاستقرار السياسي طبعا الاقتصادي طبعا فيما يتعلق بالأسعار. فالتحالف كما نعرفه مهدد، لكن أنا يعني متأمل أنه ممكن راح يقدرون يظهرون الصورة الدقيقة من السعودية ومن الإمارات ومن العراق، الأعضاء الكبرى راح يقدرون يعبرون الصورة الدقيقة أمام الولايات المتحدة، وإن شاء الله يصير يعني حل تدريجي. السوق إلى حاجة إلى حل تدريجي، حل موضوعي، ليس رد فعل متسرع. وإحنا نتأمل أنه هذا ممكن راح يتنفذ ميدانيا. لأنه جعفر في حال تم الضغط على بعض أعضاء تحالف أوبك بلس لزيادة الإنتاج في نفس الوقت الذي قد يتم فرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي والحد من صادرات روسيا، لا أتصور بأن روسيا ستقبل الاستمرار في تحالف أعضاؤه يقومون بزيادة إنتاجهم على حساب الحصة السوقية لروسيا. هل هكذا روسيا سترى الموضوع أو ترى الأمر في رأيك؟ هي ترى الموضوع كذا، لكن روسيا أيضا لديها بعض القيود، النفقات الرأسمالية محدودة في روسيا، قدرات الإنتاج حتى في روسيا محدودة، فراح يوصل إلى حد أنه روسيا ما لها خيار، أنه إذا زادوا الإنتاج مثلا السعودية والإمارات أو العراق، يعني في حد أدنى أنه روسيا أساسا ما ممكن تزيد فوق ال 11.5 مليون مثلا باليوم، هذا حد الأدنى اللي ممكن روسيا توصل له. فأي شيء إضافة إلى ذلك أساسا القدرات الروسية ليس قادرة أنه توصل له. فيعني ممكن يصير توافق في الموضوع، أنه ممكن يصير حد بحيث روسيا تتقبل الأعضاء يزيدون إنتاجهم، لكن من نوصل إلى حد يعني أكثر من 11.5 مليون برميل باليوم، روسيا صراحة لا عندها خيار، لأنه نفقاتها الرأسمالية محدودة أساسا. نعم، شكرا جزيلا لك من أبوظبي جعفر الطائر، عضو المنتدب لشركة منار للطاقة. وأنتقل إلى زميلتي كارينا كامل في لندن. كارينا، إذن بدأنا نسمع عن تصريحات من شركات، من صناديق سيادية أوروبية للتخارج من استثماراتها في روسيا، ولربما بي بي أبرز هذه الشركات حتى اللحظة. صحيح ناصر، وربما قرار بي بي يوم أمس بالتخرج من حصتها البالغة 20% من حصة أو من شركة روسنفت، بالطبع هي أكبر شركة نفط في روسيا، لم يكن مفاجئ، لأن المحادثات دائرة منذ أيام مع وزير الأعمال كواسي كوارتينغ الذي ضغط على الشركة وقال أنه من الغير ممكن أن تستمر هذه العلاقة بين شركة بي بي وشركة روسنفت. وطبعا الكل يعرف أنه بي بي وغيرها من الشركات النفطية الأوروبية والأمريكية هي عاملة في روسيا منذ عقود، فهذا التخرج لم يكن سهلا بالنسبة لبي بي. ونذكر أنه السنة الماضية كانت الأرباح قياسية بالنسبة للشركة، حصلت تقريبا 20% من أرباحها من خلال أعمالها الروسية، فأكيد القرار أيضا سيكون مكلف. إضافة إلى التخارج من هذه الحصة، نعرف أنه الرئيس التنفيذي الحالي للشركة برنارد لوني والرئيس التنفيذي السابق بوب دادلي كان لديهما مقعدان على مجلس إدارة روسنفت، ولكن سيتخليان عن هذه المقاعد، فتخارج تام. السؤال، من الشاري؟ هل ستتمكن شركة بي بي من التخلص من هذه الحصة؟ يعني لم تتوفر لدينا أي معلومات حول هذا الأمر، وصباح اليوم ملفت جدا ما صدر من المركزي الروسي اليوم الذي يقول أنه يعلق للوسطاء كل أوامر البيع من قبل أي كيانات أجنبية أو أشخاص أجنبية تحاول التخلص من استثماراتها في روسيا، فالوسطاء لن يقومون بتنفيذ أوامر البيع، فأكيد عملية التخلص من هذه الحصة قد لا تكون ستكون سهلة. صعبة سريعا أنه شال أيضا تمتلك 27% من حقل سخالين للغاز المملوك لشركة غاز بروم. صحيح كارينا، طبعا أنت ذكرتي بعض
بعض الإجراءات التي أعلن عنها البنك المركزي الروسي، ولكن يبدو بأن هناك إجراءات إضافية وعقوبات إضافية أعلنت عنها السلطات البريطانية صباح هذا اليوم. ما آخرها وما الجديد فيها؟ صحيح، والكل يعرف طبعا أنه الهدف الأساسي وراء ما تقوم به المملكة المتحدة هو أولا أن تكون أي عقوبات منسقة مع شركائها سواء كان في أوروبا أو في الولايات المتحدة أو في مجموعة التسبع، ليكون أثر كل هذه العقوبات الاقتصادية يعني الأكثر، ويكون هناك ربما يعني أثر مباشر على الاقتصاد الروسي، فيجب أن يكون هناك تنسيق، وبالفعل هذا ما شهدناه على صعيد كل الإجراءات المعلن عنها. اليوم المملكة المتحدة تزيد المزيد من التفاصيل والمزيد من الإجراءات حول ما أعلنت عنه سابقا. وزيرة الخارجية ووزير الخزانة ريشي سونك يؤكدان اليوم أن بريطانيا اليوم ستمنع أي شخص بريطاني أو أي كيان بريطاني التعامل بأي شكل ما مع البنك المركزي الروسي، صندوق السيادة الروسي، وأيضا وزارة المالية الروسية. إضافة إلى ذلك طبعا الهدف الأساسي وراء هذه العقوبات هو منع روسيا سواء كان من خلال الأفكس ريزيرفز يعني احتياطاتها الضخمة البالغة 630 مليار دولار أمريكي، منع روسيا من استخدام هذه المبالغ الضخمة لدعم الاقتصاد أو لدعم العملة التي هي طبعا متراجعة بقوة تقريبا 30% في تداولات اليوم. أخيرا أيضا منع الشركات الروسية من إصدار الأوراق المالية Transferable Securities أو أي أدوات في السوق هنا في المملكة المتحدة. وأخيرا أيضا منع أي شركة روسية أو أي جهة روسية من استخدام الكليرينج سيستم هنا في لندن، هي طبعا سوق مهمة جدا لتسوية المعاملات المالية بالجنيه الاسترليني، وسوق التسوية الكليرينج ضخم جدا هنا في لندن، فقطع هذا السوق أيضا أمام أي كيان روسي. شكرا جزيلا لك حتى الساعة كارينا كامل من أمام مقر شركة بي بي في لندن، شكرا جزيلا لك. إذا مشاهدينا نذكركم أيضا بأن هناك سيعقد اجتماع لوزراء الطاقة للاتحاد الأوروبي لاحقا هذا اليوم، وأيضا ستكون كل الأعين مركزة على الاجتماع المرتقب بين الجانبين الأوكراني والروسي على في بيلاروسيا على الحدود الأوكرانية البيلاروسية. طبعا مستمرون معكم في التغطية من الجانب والشق الاقتصادي والمالي لهذه الأزمة، ولكن الآن لنعود مرة جديدة إلى التغطية السياسية والعسكرية لهذه الأزمة، ونعود من جديد إليك راوية. شكرا لك ناصر. إذن مستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية الخاصة للعملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، حيث رصدت الأقمار الصناعية صباح اليوم سربا من الدبابات الروسية يتجه نحو العاصمة الأوكرانية كييف. وأعلنت الخدمة الحكومية للاتصالات الخاصة وحماية المعلومات في أوكرانيا أنه سمع دوي انفجارات صباحا في العاصمة كييف وفي مدينة خاركيف الواقعة في الشمال الشرقي، والتي تعد ثاني أهم مدينة في البلاد بعد العاصمة. Антоне, ёбаный я, блядь. Это все в Буче, в Буче. Молодцы. ВСУ, молодцы. Вот что пооставалось, блядь. Вот это все Буча, в Буче. Это все в Буче, блядь. وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إن بلاده تعمل عن كثب مع دول مجموعة السبع لضمان عقوبات اقتصادية فعالة ضد روسيا وبنكها المركزي بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. فيما يتعلق باستبعاد بعض البنوك الروسية من نظام سويفت، تلقينا طلبا من الدول الغربية للمشاركة في الإجراء، لذلك أعلنت اليابان أيضا مشاركتها في هذه الإجراءات. كما تدرس طوكيو فرض عقوبات على بيلاروسيا وتحديدا كبار مسؤوليها الحكوميين لدعمها للعملية العسكرية الروسية بأوكرانيا.
فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على بيلاروسيا، أعلنت واشنطن بالفعل تنفيذ عقوبات مالية بما في ذلك على الأفراد، كما أعلنت دول أخرى في مجموعة السبع تنفيذ العقوبات. لذلك تدرس اليابان أيضا اتخاذ تدابير ضد الأفراد بما في ذلك كبار المسؤولين الحكوميين في بيلاروسيا. ومن كييف ينضم إلي رمضان أوراغ المشرف على مركز الأوراس للدراسات الاستراتيجية. أهلا بك سيد رمضان. يعني انطلق من الخبر العاجل الذي ورد منذ قليل عن لاتفيا التي تتحدث بأنه البرلمان يصرح للمواطنين بالقتال في أوكرانيا ضد روسيا، وكان زيلينسكي الرئيس الأوكراني دعا الأجانب للقتال إلى جانب الجنود الأوكرانيين. كيف تجد هذه الدعوة، وإلى أي مدى فعليا تؤثر على تماسك الجيش وعقيدته؟ يعني عندما يكون الجندي أوكراني يدافع عن وطنه غير لما يكون من بلد آخر. طبعا هناك عقيدة قتالية، وهناك طبعا تراس مهم وجبهة داخلية متراسلة للقوات المسلحة الأوكرانية. هذا يعطل من الماكينة الروسية، وهناك تعثر للخطة الروسية، وكلما تقدم وكلما تأخرت يعني الماكينة الروسية لتحقيق الأهداف السياسية، كلما يعني أصبح بوتين في الوحل والمستنقع الأوكراني. أما بخصوص التشريعات الجديدة، وبخصوص أن الرئيس زيلينسكي أكد على أن هناك احتمال وهناك إمكانية لتجنيد بشكل تطوعي لأجانب إلى صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، طبعا هذا سيضيف من القدرة الدفاعية للدولة الأوكرانية، كما جاء بخصوص هذه الدولة البلطيقية. طبعا نحن نتوقع أن سيأتي دعم من قوات يعني من المتطوعين، ليس فقط من الدول البلطيقية، وكذلك أظن من نفسها بيلاروسيا ومن دول من آسيا الوسطى، ولا أستثني كذلك من الشرق الأوسط وإفريقيا. الأمور يعني متشابكة، لأن روسيا تتواجد بقواتها مثل قوات الفاغنر الخاصة، وهي يعني أصبحت تحارب في دول أجنبية، ولذلك فهي فرصة لتلك الدول لإعادة الثأر لروسيا بخصوص تدخلها في الشؤون الداخلية لدول مستقلة. حتى وزيرة الخارجية البريطانية كانت أعلنت بأنه حتى بالنسبة للمواطنين البريطانيين ليس هنالك مشكلة في إذا أرادوا القتال إلى جانب أوكرانيا، وكأنه الآن أوكرانيا كما قال زيلينسكي تدافع ليس فقط عن نفسها إنما أيضا عن الاتحاد الأوروبي والعالم. نعم، هذا الخطاب أن أوكرانيا هي الجبهة التي تدافع عن القيم الديمقراطية وعن العالم المتحضر، طبعا نسمع هذا الكلام يعني بدأ منذ الأزمة في 2014 عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم، وتؤكد يعني هذا الخطاب السياسي موجود ومتداول وله سوق، يعني تصرف عملته. والآن عندما أتت الأزمة حقيقة، عندما تدخلت روسيا بمعداتها العسكرية وبآلاتها الحربية، فأصبح ذلك الخطاب السياسي أصبح آلية مهمة لتجسد واقعا سياسيا جديدا للضغط على روسيا. وروسيا يعني كلما لم تتمكن من تحقيق الأهداف السياسية، لأن الماكينة الحربية هي أداة للوصول إلى أهداف سياسية، ففي هذه الحالة فإن بوتين ربما سيقع في أزمة خطيرة، ووصول الكثير من الجثامين للشباب الروس إلى الأراضي أو إلى الأسر الروسية، ثم ربما سيخلق هناك داخل روسيا يعني جدار من المعارضة ومن الامتعاض ومن الغضب في المجتمع الروسي ضد أداء الكريملين. كذلك أوكرانيا والدول المتحالفة تراهن كذلك على هذا الأمر، يعني على عدة جبهات. الجبهة الاقتصادية، عندما يشعر المواطن الروسي أنه في حالة أزمة وأن يعني قوته اليومي أصبح تحت التهديد، وكذلك أن أبنائه وأحفاده أصبحوا كذلك عرضة لأن يسقطوا ضحايا في معركة في دولة أجنبية، رغم أن الشعب الأوكراني هو شعب شقيق. رغم ذلك معي سيد رمضان سنتحدث عن هذه النقطة. ينضم إلي أيضا من بيروت الدكتور سامي نادر الأستاذ في الاقتصاد والعلاقات الدولية. أهلا بك دكتور سامي. يعني فعليا
هل نضجت الظروف على الأرض كي تنجح المفاوضات؟ لا، إنما أعتقد تغير نوعا ما موازين القوى في فترة اليومين الأخيرين بسبب عاملين أساسيين. العامل الأول هو المقاومة التي لاقتها القوات الروسية من قبل الأوكرانيين. العامل الثاني، وهذا مهم جدا، هو وحدة الموقف الغربي وخاصة حول العقوبات المفروضة. فمن جهة مقاومة أوكرانية، ومن جهة ثانية عقوبات شديدة، يعني طالت قطاعات أساسية ليس أقلها حظر الطيران الروسي، العقوبات المفروضة على نظام سويفت العالمي والمصارف الروسية التي سوف تقوض بشكل كبير التجارة الروسية وتصدير النفط، وذلك سوف يقود إلى تجفيف العائدات مع مدى انعكاس ذلك على الداخل الروسي. إذن لهذين السببين أعتقد ذهبت روسيا إلى طاولة المفاوضات. وكان ملفتا أن العرض الأول كان مفاوضات في مينسك، وهي العاصمة الحليفة لروسيا. عادت وقبلت روسيا بمفاوضة على الحدود. ليس فقط في الجغرافيا دكتور سامي، إنما أيضا ذهبت من دون شروط. إلى يعني فعليا إلى أي مدى يمكن لموسكو أن تتحمل هذه العقوبات التي تزداد يوما بعد يوم، وأيضا بالوقت الذي تتزود أوكرانيا بكم كبير من الأسلحة في ظل استمرار المعارك؟ يعني إذا طالت المعارك إلى أي مدى موسكو ستتحمل هذه العقوبات؟ يعني من الصعب التكهن، ولكن من دون شك الكلفة كبيرة. صحيح أن الرئيس الروسي متصف بالعناد، وهو تحضر وتهيأ لهذه العقوبات. ربما لم يدرك أنه الوحدة في الموقف، ربما لطالما راهن على الانقسامات في الداخل الأوروبي لتضارب المصالح. اليوم هناك فوارق كبيرة بين الكلفة ما بين الدول الأوروبية. لا شك أن ألمانيا هي أكثر من يتحمل هذه الكلفة، ولكن بالرغم ذلك انضمت ألمانيا يعني مع بعض التميزات الضئيلة إلى سائر الدول الغربية بفرض هذه العقوبات. هلأ من كما قلنا من الصعب التكهن يعني مدى عمق أو تأثير هذه العقوبات على الداخل الروسي، وكم روسيا هي قادرة على الاحتمال. لا شك اليوم من وجهة نظري روسيا سوف تحاول أن تحصن المكاسب التي حققتها، وهي حققت مكاسب من دون شك. يعني امتدت، حاصرت العاصمة كييف، انتشرت في الجنوب الأوكراني، وهذا مهم جدا. يعني ربطت منطقة الدونباس تقريبا بمنطقة جزر القرم، وامتدت وهي تمتد نحو الحدود المولدافية. بالتالي مهم جدا بالنسبة لها أن تحصن هذه المكاسب، لأن وهذا أمر مهم جدا الوقت لا يلعب لصالح روسيا. طيب أعود إلى ضيفي السيد رمضان، أعتذر دكتور سامي ولكن لضيق الوقت. سيد رمضان، يعني فعليا الدفاع الروسية تحدثت عن سيطرتها الكاملة على أجواء أوكرانيا، وأنت من كييف، يعني هل من تأكيد حول هذا الموضوع من الجانب الأوكراني، وماذا يعني ذلك استراتيجيا وعسكريا؟ طبعا هذه المعلومات وردتنا من مختلف المصادر، وخاصة وكذلك حتى من قناتكم. الجانب الأوكراني الآن الإعلام مركز على مسألة التفاوض مع الروس، لأن الأمور التي لا تخدم السيادة الأوكرانية نحاول نحن لا نروج لها. ولكن فعليا في حال سيطرة روسيا على الأجواء الأوكرانية، هذا يعني منع لأي وصول لأي شحنات عن طريق الجو من الغرب، نقصد هنا التحالف الغربي، لدعم القوات المسلحة الأوكرانية. وهذا كذلك السيطرة على الجو، هذا سيسيطر كذلك، سيراقب
المقاتلات الأوكرانيات التي تريد يعني أن تسيطر كذلك في هذه الأجواء. فهذا طبعا مؤشر خطير بالنسبة للدولة الأوكرانية، ونحن نتمنى أن هذا الخبر لن يكون صحيحا. نتكلم كوني أنا أتواجد في هذه الدولة وأدافع عن هذه الدولة. نعم، طيب أشكرك إذن من كييف رمضان أوراقا، المشرف على مركز الأوراس للدراسات الاستراتيجية، وأيضا ضيفي من بيروت الدكتور سامي نادر، الأستاذ في الاقتصاد والعلاقات الدولية.